السلام عليكم خاوتي وخواتاتي ومرحبا بكم من جديد في قناتنا YTDZ. سمحونا خاوتي هذا الفيديو طلع روطار شويه كما تعرفوا يمات الباك الانترنت تكونوا ما تشكرش. جبناكم في الاخبار الجزائر تعول على تطوير السياحه بشكل كبير جدا. في الخبر الاخر نهضروا كيفاش فرنسا راهي متردده وراهي خائفه من خطوتها القادمه اتجاه الجزائر وهي إلغاء اتفاقية 1968 وراهي تفكر في عدم إلغاء هذه الاتفاقية. أخيرا في الأخبار راهي كاينة حرب شاملة للمغرب قرب الحدود الجزائرية. كما شفتوا خاوتي هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم. ما نبقاو معنا حتى الآخر باش تعرفوا كاع التفاصيل. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو خاوتي أرجوكم دعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، كل هذا راح يساعدنا نصدر كل حملات السينيال. شكرا لكم. لما نطول عليكم هيا الى الاخبار. في الخبر الاول فرنسا خائفة ومترددة اتجاه الجزائر حول الغاء اتفاقية 1968. فرنسا خائفة لانها تعلم انها ستخسر الكثير ما اذا تم حقا الغاء اتفاقية 1968. اولا خاوتي واللي ما على بالوش فيكم منظر نشرحكم فيها ولكن كاين احيانا اللي ما يشاهدوش الفيديوهات تاعنا كل يوم، اتفاقية 1968 التي تم ابرامها بين الجزائر وفرنسا تعطي حرية الجزائريين للمكوث في فرنسا وللعمل ايضا في فرنسا. الان فرنسا راهي حابة تطرد كل الجزائريين من فرنسا، لذا راهي حابة تلغي هذه الاتفاقية اللي تخول للجزائريين العمل. الآن خاوتي أيضا حبيت نفكركم في مقولة للرئيس المتوفي الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حيث تحدث مع السفير السابق لفرنسا لدى الجزائر. هذاك السفير جبد له موضوع اتفاقية 1968 وقال له بلي فرنسا راهي حابة تلغي هذا الاتفاق. الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة قال له ردوا بالكم حتى تفكروا باش تنحوا هذه الاتفاقية. قالوا لأن هذه الاتفاقية ملزمة على فرنسا ويتوجب على فرنسا دفع ثمن احتلالها للجزائر ل 132 سنة من الاستعمار. أقل شيء يمكن لفرنسا أن تعمله هو استقبال بعض الجزائريين الذين يعدون على الأصابع وتخليهم يخدموا ثمك ويمكثوا هناك. صراحة خاوتي أنا تشوكيت كي عرفت هذا الخبر، خصوصا وأنه يعني خرج من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي كرهه الجميع. وهذيك النقطة اتفقت مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. الآن الدبلوماسيين راهم يفكروا ما يلغوش هذه الاتفاقية، حيث رأى الدبلوماسي الفرنسي أن اتفاقية 1968 تم إبرامها في وقت لم يتجاوز فيه عدد سكان الجزائر 10 ملايين نسمة، وأيضا في ذاك الوقت فرنسا كانت محتاجة للكثير من العمال، فهذه الاتفاقية في الحقيقة فادت فرنسا كثيرا، لكن هذا لا يعني أنها كي فادتها دارتها وذوك الآن كي شافت بلي العدد تاع الجزائريين كثروا راهي حابة تلغيها يعني على حسابها. أيضا العام اللي فات فقط فرنسا قامت بطلب 1200 طبيب يجوا من الجزائر إلى فرنسا، هذا يعني أن هذه الاتفاقية فادتها حتى العام اللي فات. وما هو الآن السبب باش تلغيها؟ الآن راهي تخمم فرنسا ما تلغيهاش لأنه إلغاء هذه الاتفاقية يعني إلغاء العلاقات بين الجزائر وفرنسا. طبعا هذا الأمر راح يضرهم كثيرا، راح يضر المصالح الفرنسية كثيرا، خصوصا وأن فرنسا الآن تحت يد ولا تحت رحمة الجزائر فيما يخص الغاز في وقت روسيا راهي في حرب مع أوكرانيا. من رأيكم خاوتي توما في هذا الموضوع؟ خبرونا رأيكم في التعليقات، ومن هي الأشياء التي ترونها ستترتب حول إنهاء العلاقات بين الجزائر وفرنسا ولا إلغاء اتفاقية 1968؟ خبرونا لكم في التعليقات. الآن خلونا نروح للخبر الآخر. في الخبر الآخر هنالك حرب شاملة عسكرية على المغرب قرب الحدود الجزائرية، فمن سيشارك في هذه الحرب وهل ستشارك الجزائر فيها؟ أعلن رئيس أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي محمد الولي أعليك أن الجيش الصحراوي يقود حربا شاملة ضد الاحتلال المغربي. هذه الحرب خاوتي عمرها ما كانت على هذا المستوى من التوتر، ولكن يبدو أن الشعب الصحراوي ذاق ضرعا من المغرب ويريد التخلص من الاحتلال. حيث قال محمد الوالي أعليك
أن هجومات الجيش الصحراوي متواصلة ومتكررة وتطال كافة أماكن ونقاط تواجد الاحتلال المغربي على طول حزام الذل والعار. لهذا قام المخزن بالاستعانة بقوة الكيان الصهيوني للتصدي لهجمات الصحراويين، لأنهم رأوا أنهم لم يستطيعوا أن يقفوا في وجههم. لكن هذا الأمر لم يمنع الصحراويين والجزائر من تقديم المساعدة إلى كل من البوليزاريو والصحراء الغربية، حيث أوضح محمد وعليك في حوار لوكالة الأنباء الصحراوية أن مختلف الأنشطة القتالية التي يقوم بها الجيش الغربي الصحراء الغربية تأتي في إطار تكييف التوجهات العامة مع متطلبات حرب شاملة تطال الاحتلال المغربي. والان المخزن راه بدا يشوف بلي راه يخسر في الحرب، ما واش دار، راح استدعى كيان صهيوني باش يجي يساعدهم، استدعاه ايضا باش يجي يسرق ثروات الصحراء الغربية من الغاز والبترول، وايضا استدعى الكيان الصهيوني باش يعترف بمغربية الصحراء الغربية اللي مازال ما اعترفلوش بها حتى الان. الان اكد محمد وعلي عليك ان الصحراء الغربية راهي تخطط لتصعيد القتال لطرد الاحتلال المغربي واستكمال السيادة، وهذا عن طريق شن هجوم شامل لكل الجيش الصحراوي ضد الاحتلال المخزني، وهذا سيكون على كافة أماكن ونقاط تواجد المخزن في الصحراء الغربية. من وشاكم خاوتي في هذا الموضوع؟ فرأيكم هل سيتمكن الجيش الصحراء الغربية في التصدي للاحتلال المغربي؟ وإذا تدخل الكيان الصهيوني لضرب الصحراء الغربية، هل ترون أنه يجب على الجزائر التدخل لحماية الصحراء الغربية من التواجد الصهيوني والمخزني مع بعض، أم ترون أن هذا الأمر لا يخص الجزائر وعليه على الجزائر أن تتدخل في هذا الأمر؟ خبرونا لكم في التعليقات حول هذا الموضوع. أخيرا في الأخبار، الجزائر معولة كثيرا على تطوير السياحة، وهذا طبعا من أجل المزيد من المداخيل خارج المحروقات، حيث دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش جميع القطاعات لمرافقة قطاع السياحة، مؤكدا أن القطاع السياحي بالجزائر مرهون بتطوير متزاون لعدة قطاعات أخرى. وطبعا خاوتي، انتم باش تنجح السياحة في أي مجال، السياحة ما تعتمدش على قطاع واحد، تعتمد على قطاع وزير السكن والبنايات من أجل خلق مباني جميلة، وتعتمد أيضا على البنى التحتية ووزير الطرقات من أجل خلق طرقات حرة وليس فيها اكتظاظ كثير وطرق جميلة ومش محفرة. طبعا عندنا القطاع الصحي باش يلتهوا بصحة المواطنين سواء السياح ولا المواطنين، وقطاع الفندقة والكثير من القطاعات الأخرى التي تنسجم مع قطاع السياحة باش يكريو بلد فيه حرية التنقل وإلى آخره. حرية التنقل هذه مش هتكون مرهونة فقط للأجانب، طبعا الجزائريين ماذا بهم تتقم الأمور، حيث يمكن اعتبار حتى الجزائريين سياح في بلدهم كيزور واحد من الشمال المنطقة في الجنوب ولا العكس. أيضا حث وزير السياحة على إكمال كل الهياكل السياحية التي هي الآن في طور الإنجاز بأسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، صادق وزير السياحة على مخططات التهيئة السياحية لخمس مناطق توسع سياحي بولاية شلف التي تحتضن 100 مشروع وتوفر أكثر من 25,000 منصب شغل، وستعزز كذلك حظيرة الفنادق بأكثر من 30,000 سرير. من أفشاكم خاوتي في هذا الموضوع؟ خبرونا لكم في التعليقات، وفي رأيكم ما هو المبلغ المناسب الذي يجب أن تخصصه الجزائر لقطاع السياحة باش يزدهر هذا القطاع؟ خبرونا لكم في التعليقات. كما شفتوا خاوتي، هذه كانت أبرز عناوين أخبار اليوم. انتظرونا في الفقرة المسائية لمزيد من الأخبار. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.